دايما بنسمع جمل كترت قوي الفتره دي، وتحديدا في عصر السوشيال ميديا، ان الستات ملهاش غير في النكد، وان الستات مكانها المطبخ. وتطلع بعد كده بعض المنظمات الدوليه اللي بتناشد بضروره حق المراه في المجتمع، ناسيين ان الفراعنه كان ليهم راي تاني في مكانه المراه المصريه. فلو انت بتشوفنا على الفيسبوك ومهتم تعرف ايه حكايه المراه المصريه مع الفروسيه، يا ريت تعمل لايك وشير للحلقه، ولو انت بتشوفنا على اليوتيوب يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه، ويلا نشوف اصل الحكايه في بدايه الخيط. الصورة اللي قدامكم دي فارسة من مصر القديمة، وده طبعا بيوضح ان الستات في مصر القديمة كان ليها شأن كبير جدا غير المطبخ زي الفروسية، بالاضافة لقيادة الجيوش في الحروب زي اياح حتب الاولى زوجة سكننرع وام لكاموس واحمس طارد الهكسوس، واللي كان ليها دور كبير جدا في محاربة الهكسوس وطردهم من مصر. الفكرة السائدة عند البعض ان الخيول دخلت مصر على ايدي الهكسوس اللي حصروه في جر العجلات الحربية، يعني ببساطة حولوا الحصان لحمار ودفنوا جواه عظمته وموهبته الالهية الفز. مع ان المصريين استأنسوا الحصان من يجي اكتر من 4000 سنة، وروضوا حيوان حجمه اكبر اضعاف حجم الانسان، وده طبعا في اواخر العصر الحجري. وفي المتحف المصري بالتحرير موجود هناك هيكل لأقدم الخيول التي عثر عليه، وفوقه سرج مصنوع من الكتان والقطن، بالاضافه الى ان اقدم اثر لركوب الخيل كان مسجلا في اثار المصريين القدماء. ويجي بعد كده الاغريق يحطوا اقدم مرجع لفن ترويض الخيول، ويمشي عليه بعد كده الرومان والبيزنطيين. اما المسلمين والعرب القدامى هم اللي اطلقوا اسم الفروسيه على هذه الرياضه العريقه، واستخدموها كمان في مسابقات للسرعه، وكمان ربوا انقى واعلى السلالات. وعن توثيق رياضه الفروسيه والخيول عبر التاريخ، هنلاقي ان الفرسان الجرمان بيطلقوا على نفسهم كلمه رابتر، ومعناها راكب أي فارس. وكان الرومان يسمون راكب الحصان أكوبس، وهي كلمة لاتينية بمعنى راكب. ومن أشهر انتصارات الخيول في المعارك الحربية عندما جاءت القوات الأسيوية راكبة الخيول وأسقطت الإمبراطورية الرومانية، ومن ساعتها فضلت الخيول في أوروبا مصدر القوة العسكرية لمدة 1000 عام، لأن من سمات الخيول إنها ما بتحتاجش المية كتير في الصحراء، ده طبعا بالإضافة لسرعتها. فالخيول كانت هي الدبابات والطائرات للإنسان من ألوف السنين. وبسبب إن الخيول الأوروبية غليظة الحجم وأشكالها دميمة وخطوتها بطيئة، استوردوا بعد كده سلالات نادرة من شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية ومنطقة نجد اللي هي القصيم والرياض في السعودية دلوقتي. والأوروبيين معرفوش إمكانيات هذه الخيول الرائعة غير لما اتصلوا بالعرب. وكمان الشاعر والروائي الإنجليزي روبرت جريفز يؤمن بأن الأدب الغرب لم يعرف الفروسية إلا من العرب، والشاعر العربي حاتم الطائي وصف بأنه أكرم العرب لأنه ذبح حصانه وقدمه لأحد ضيوفه. وأوروبا لم تعرف الفروسية أو رياضة ركوب الخيل، ولما قرروا يستخدموا الخيول في نوع من أنواع الرياضة حولوها لرياضة دموية، فيجي اتنين فرسان على حصان ويحاربوا بعض، وتبقى النهاية دموية مميتة زي ما حصل في واقعة الملك هنري الثاني ملك فرنسا حينما سقط من على حصانه ميتا سنة 1559. وفي رجل فرنسي اسمه جيفرو دي بروي، هو أول من وضع لرياضة الخيول أو الفروسية قواعد وأصول، وطلب من كل الفرسان إنها تحترمها. وكان من أهم القواعد في المقام الأول هو الحفاظ على حياة الفارس والحصان، وأن تكون فنا استعراضيا في الخفة والسرعة والمناورة دون دماء. والعرب دخلوا اسبانيا بجيش متواضع قوامه 300 فارس عربي و3000 من قوات البربر، وبعد كده بخمس قرون اتى جيش من الشرق راكبا الخيول ومزق اوروبا بالكامل وداس مقدساتها، وفتح عيون العرب على ان هناك شعوب او حضاره اخرى تستطيع ان تفعل ما عجزت عنه الحضاره الاوروبيه المدعيه. وكان ذلك هو جيش جنكيز خان اللي وصفه الرحاله الايطالي ماركوبولو بان جيش جنكيز خان يتحرك فوق ربع مليون حصان. وفي التاريخ الإسلامي نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان راكبا للخيول، فهو الذي قال أن الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهو كان يدعو الناس إلى ركوب الخيل. وعندما أسرى الله به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ذكر في كتب السيرة المحمدية أنه كان يركب البراك، والبراك هو عبارة عن حيوان متوسط الحجم من الحصان والحمار. والمكان الذي وقف فيه البراك أقام فيه عمر مسجده في القدس، واليهود يقولون أن هذا المسجد مقام فوق حطام معبد سليمان. وفي القرآن الكريم آيات كتيرة وردت فيها كلمة الخيل استعدادا للقوة ومحاربة العدو، وفي آية رقم 60 في سورة الأنفال بتقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به. ويعتبر ده أقصى درجات التكريم من المولى عز وجل للخيول. أما بقى الطائر اللي كان صديق الحصان والفارس واللي كانوا بيصطحبوه معاهم أثناء رحلات الصيد هو الصقر، لأنه طبعا كان بيصاد الفريسة من غير ولا نقطة
دم. والصقور ما زالت لغايه النهارده وسيله من وسائل الصيد في بعض مناطق شبه الجزيره العربيه. وطبعا ما ننساش ان الفراعنه قدسوا الصقور وكان بيرمز لهم للفضاء الخارجي. والمؤرخ الاغريقي كاتسياس وهو الطبيب الخاص للملك الفارسي ارنكسركس في القرن الرابع قبل الميلاد هو اول من نقل الصقور الى اوروبا واستخدمه في الصيد، والعاده دي لم تنتشر الا بعد ما هاجر الاسيويين الى اوروبا. اما بقى الملك فريدريش الثاني فلم يكتفي بتربيه الصقور بل اصدر كتابا خاص بتربيه الصقور، واللي يقرا الكتاب ده يحس قد ايه تربيه الصقور الصياده كان عمل شاق جدا. وفي احدى النقوش الفرعونيه القديمه وتحديدا في عصر الدوله الوسطى بنلاقي نقش مكون من 29 نوع من انواع الطيور النادره، وكذلك في مقبره الكاتب المصري حور محب في عهد الملك تحتمس الرابع. والشيء اللي يدعو للضحك ان حيوان وحيد القرن كان بعض القدامى زمان زي المؤرخ الروماني بليني والفيلسوف الاغريق ارسطو كانوا فاكرين ان الحيوان ده كائن خرافي ملهوش وجود اصلا في الحقيقه. وبالمناسبه هذا الحيوان وحيد القرن لحد النهارده لسه منقوش على بعض الاسلحه الملكيه البريطانيه. واخيرا في حلقتنا النهارده حاولنا نوثق الخيول والفروسيه عبر التاريخ، وان اجدادنا المصريين القدماء كان ليهم الافتتاحيه من خلال المراه المصريه، وإن الشعوب التانية مشت على نفس خطى اللي وضعها أجدادنا. وفي نهاية حلقتنا النهاردة أتمنى تكون عجبتكم وفادتكم. أشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم بداية الخيط، وما تنسوش تبقوا تبصوا على مصادر حلقتنا تحت في الديسكريبشن. ولو النهاردة الحلقة عجبتكم ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة عشان تشوفوا حلقتنا الجاية إن شاء الله. يومكم سعيد.